لكم ولمؤسستكم على حرصكم الدائم على إشراك مجالس الجهات في نقاشاتكم حول الجهوية والتنمية ببلادنا. ونثمن عاليا كمجالس ترابية منتخبة هذه المبادرة المتميزة في مسلسل الحكامة ببلادنا من خلال نقل هذه النقاشات من العاصمة إلى مقرات الجهات كسبيل لتوسيع دائرة المشاركة الترابية الجهوية والإقليمية والمحلية. بما لذلك من دور مهم في إشراك مختلف المتدخلين الترابيين والقطاعيين والهيئات الاستشارية في النقاش المفتوح حول هذا الورش الاستراتيجي والبرنامج التنمية الجهوية يصطدم بإكراهات متعددة نذكر منها. أولا، غياب تأطير استراتيجي للمشاريع في السنة الأولى من امتداد المجالس باعتبارها مرحلة انتقالية مخصصة لإعداد البرنامج التنمية. ثانيا، كون سنة واحدة في إعداد البرنامج يجعل المجالس تحت رحمة ضغط عامل وقت ويجعلها تسابق الزمن لأجل احترام شروط إعداده وفق ما هو محدد في المرسوم. وإذا كان من مظاهر التنمية الجهوية هو المخطط الجهوي للتنمية، فإن هذا المخطط يساعد أيضا مدار قدرة الجهات المالية على تنزيل مخططاتها ومدى قدرتها الإدارية بالأطر والكفاءات من أجل تنزيل مخططاتها الجهوية. إنها أسئلة كثيرة في غيرها تساعدنا حول ما تمركز الإداري جدوائيته في التنزيل الفعلي للإرادة الملكية السامية. اليوم لابد من نوهو بهذه الندوة والمبادرة اللي هي مهمة واللي كتجمع ما بين الشراكة ما بين مجلس المستشارين ومجالس الجهات المغرب كله. فاليوم قافلة حطت فعلنا في مجلس الجهات طنجة تطوان الحسيمة. أولا بالنسبة لنا هو لتشخيص المنظومة كلها ديال الجهوية، وكذلك كيف يعني نشوفوا شنو الإشكاليات الحقيقية من الناحية التشريعية كمجلس المستشارين ومن الناحية التنفيذية كمجلس الجهة اللي كيشتغل ببرامج محلية جهوية وإقليمية. ففي النقاش وهذا هو الجميل في اليوم، فهذا هو نقاش اللي كان هو صريح، نقاش اللي أعطى آراء. جينا حنا يعني بهذا التدبير ديال السنتين شنو هما الاختلالات، شنو هما الإشكاليات اللي كت من باب الممارسه، شنو هما يمكن العوائق اللي كتشوفها. ها القانون كاين ولكن التنفيذ ديالو كيرتبطوا به ولا بواحد الاشكالات اللي يمكن خصها اما النظر فيها من الناحيه القانونيه او النظر فيها من بعد من جانب الاطار العام. فكذلك حاولنا نهضروا على الانتقائيه ما بين البرامج الحكوميه والبرامج الجهويه والبرامج الاقليميه. فهذا عاود هناك عائق، كيف يمكن أن تخطط واحد التخطيط جهوي بتنسيق تام ما هو إقليمي وجهوي وما هو وطني مع القطاعات الوزارية. فهذا كان عاود يعني طرح الإشكالية. كان هناك عاود نقطة واحدة أخرى هي المالية اليوم اللي كنعرفوا بأن مجالس الجهات يعني عنده واحد العبء وثقيل بالنسبه للماليه وبالنسبه يعني كيفاش يمكن التمويل بجل البرامج اللي عندها وكيفاش يمكن التنزيل ديالها.